السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا جماعة. يا رب تكونوا كلكم كويسين في قعدة البيت الجميلة اللي احنا قاعدينها كلنا دي غصب عننا مش مزاجنا. يا رب ان شاء الله تكونوا كلكم تمام وما تكونوش زهقانين من القعدة، مع اني اتعشى غير كده اكيد كلكم زهقانين. فان شاء الله ان احنا بنحاول ان نستغل الوقت بتاعنا في اننا نشوف كده حاجات مفيده، نستمتع كده ان شاء الله شويه ساينس على شويه فن. ربنا يسهل كده ان شاء الله الايام دي تخلص على خير وتعدي على خير باذن الله. طيب النهارده يمكن بدي محاضره لايف لطيفه كده، كنت اديتها قبل كده في المؤتمر بتاع البان اندو، وحاول تسمبليفاي قدر الامكان بادئ ذي بدء. يعني انا مش بروفيشنال اندونتست خالص، انا بشتغل اندو على قد جدا، بشتغل ستريت فورورد كيسز جدا. لما بيجي لي كيسز كيرفد كانالز جدا، سيباريتد فايل ليدجز بيرفوريشنز، الكلام ده كله انا بريفير لحد يكون بروفيشنال اندونتست، لاني مقتنع تماما ان الموضوع ده محتاج يعني سكيل عاليه جدا في قصه الاندو وبال طويل وارمامنتيريوم معينه زي الميكروسكوبس والكلام ده بطريقه معينه وشغل معين. فانا بس بحاول ان انا يعني الم قدر الامكان استخدامات الليزر في كل حاجه. اول حاجه عايز ابداها لكم بس ان بدايه انا يمكن خريج 2004، فانا متخرج بقالي 16 سنه. يمكن زمان لما انا اتخرجت وبدات اشتغل كان تكنيكس الشغل القديمه والتولز القديمه، وفي حاجات كتير جدا لما انا اتخرجت واللي قبلي اكبر مني اتخرجوا كانوا بيستخدموها وجابوها في عاداتهم، وبعدين بقوش يشتغلوا بيها. تولز قديمه وماتيريالز قديمه وتكنيكس قديمه، خلاص بطلت. لان احنا في مهنتنا انت محتاج التكنولوجي ومحتاج التولز بنسبه almost 95%. فانت لو دكتور، انت لو دنتست سكيلد وهايلي كواليفايد وراجل كواليتي شغلك عاليه جدا، بس معكش ارمامنتيريا، معكش تولز، معكش ماتيريالز، مش هتعرف تطلع شغل كويس. وان ذا اذر هاند، لو برضو الحاجات اللي معاك ادفانسد وانت مش عارف تشتغل بيها ازاي، برضو النتيجه بتبقى هي يمكن تكون كارثيه اكتر، ان حضرتك قدامك التول وبتستخدمهاش صح. طيب عشان كده احنا في شغلنا دايما في اختراعات واجهزه وادوات مهمتها في حياتها في شغلنا ان هي توفر وقت معاك، تزود الكواليتي بتاع الشغل بتاعك، تقلل عدد فيزيتس للبيشنت، لان هو البيشنت هو بيجي هو مش عايز يقعد عندك، عايز الحاجه اللي بتخلص بثلاث واربع وخمس مرات تخلص في مره. فبالتالي انت كل الفكره كلها انك تحاول تو بي ابديت دايما قدر الامكان. انا عارف طبعا ان المشكله اللي بتقابل الناس ان الادوات غاليه جدا والاجهزه غاليه، محدش قال لازم تبدا بحاجه عاليه، بس لازم تبدا، لازم تجيب على الاقل الحاجات اللي فيها تكنولوجي او تبقى ابديت بالاجهزه وبالادوات والماتيريالز دي. ويمكن زمان كانت الحاجات دي اختيار، ما بقتش اختيار دلوقتي. يعني انا زمان كنت بشتغل اندو بمانوال فايلز واكس رايز، بعمل 4 5 اكس رايز عشان اقدر اعمل اندو مظبوط ونقص شويه ونساوي شويه. لا دلوقتي بقت في ادوات، ما بقتش من يعني حاجات اختياريه. قبل كده كانت قصه الاندو لازم بمانوال فايلز، وكان دكتور من كل 40 50 دكتور عنده اندو موتور، فكان ساعتها انك تقف مع دكتور اسيستنت وتتفرج عليه وهو ماسك الاندو موتور، وايه ده الحق ده فايل بيلف، ده شيء غريب جدا، ده حاجه يعني خزعبليه جدا. لكن دلوقتي اللي هو عادي، انا طالب في سنه تانية كليه او ثالثه كليه، اي هاف تو ان انا اعرف قبل ما اكون وصلت ان انا ابقى سينيور وابقى جراديويتد، لازم اكون قاعد بشتغل روتري اندونتكس. يعني بيبقى عارف معلومات الواحد عارفها بعد ما اتخرج بسبع ثمان سنين وهو لسه طالب، ده التطور، ده الطبيعي. فبالتالي كنا زمان اللي بيشتري اندو موتور في عيادته ده يعني كان حاجه يعني ما شاء الله يعني فاخره جدا، والناس كلها شغاله على الفايلات المانيوال. ويمكن اصدمكم للاسف يعني كانت فيها عيادات كتير جدا شغاله بدون اكس راي، طبعا شغل قديم جدا من 15 20 سنه.
بس دلوقتي خلاص الموضوع ما فيهوش هزار، يعني انت لازم تبقى ابديتد. فبالتالي دلوقتي الاندوموتر والابكس لوكيتور ما بقوش حاجه لاكجري وما بقوش حاجه رفاهيات، ده شغل الطلبه بيشتغلوا بيه والمتخرجين بيشتغلوا بيه. الماجنيفيكيشن بقى شيء اساسي في شغلك عشان تريح ظهرك وتعرف تشتغل مظبوط. ولو انت راجل ادفانسد، ده اللي بقول لكم من شويه، عايز تشتغل سبيشاليتي اندودونتكس فقط، او عايز تبقى كل شغلك سيبريتد فايل وليدجز والكنالز والشغل بتاع الاندو ده لكم فاقولهم، يو هاف تو ان يبقى عندك ماجنيفيكيشن اعلى زي قصه الميكروسكوب بجميع انواعه. فالحاجات دي بقت اساسيات في عيادات دلوقتي. الديجيتال جيوغرافي العاديه اللي احنا كنا بنشوفها بالافلام زمان، بقى دلوقتي في ديجيتال اكس رايز، بقت في افلام وسنسورز باسعار متفاوته، اوبشنز كتيره، ناس كتير تقدر تشتريها وبالتقسيط على ناس على فتره طويله. كنا زمان بنعتبر الكوم بيمز دي خيال علمي، يعني قلناش مثلا ايه ده احنا هنعمل ايه باشعه 3 دي او ثلاثيه الابعاد في شغلنا، ده شيء يعني ملوش لازمه قوي. لا دلوقتي الكوم بيم دي شيء اساسي، وبقت المنطقه الواحده فيها 4 و5 و6 اماكن بيعملوا كوم بيم سي تي، وبقت الكوم بيم دلوقتي اساس شغل اي حد بيشتغل امبلانت، اي حد ايفن لو هتعمل اكستراكشن للور ويزدم توث. في بعض الاحيان كتير بنوز ان احنا نعمل كوم بيم عشان نشوف الابروكسيميتي بتاعت التوث اللي هنعملها اكستراكشن دي للنيرف لو بتشيل سيست. اي حد بيعمل امبلانت، ايفن دلوقتي الاندودونتست يعني كتير عشان تو دايجنوز اي مشكله جوه توث معموله روت كانال ومش قادر ان انت ال 2 دي ريديوجراف العاديه، 2 دايمنشنال ريديوجراف العاديه ان هي تديك ايفالويشن للمشكله جايه منين. فساعات كتير جدا بتلجا للكون بيمز. ففي حاجات خلاص بقى بقت يعني اساسيات شغلنا، ايفن لو هي مش موجوده عند حضرتك طبعا، حاجه زي الكون بيم صعب تتواجد في عيادات كتير او ما تبقاش موجوده في عيادات عامه، بس على الاقل بتبقى عارف هي موجوده فين، تقدر تشخص لك ايه، تقدر تعمل دايجنوزز ليك لايه. طيب among الحاجات اللي طلعت دي هي الليزرز. يمكن الليزرز لما طلعت عملت ريفولوشن في شغل كتير جدا في الدنتال فيلد، هي يمكن موجوده في تخصصات تانية زي الجلديه والعيون من سنين، مؤخرا دخلت في مجالات زي الاسنان وزي ال 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 الجاينا او النساء وزي الاي ام تي اللي هم انف واذن. فبقت الناس دي بتشتغل بالليزر لان لقوا فعلا دي يعني بريفليجز عاليه جدا، تشمل الكواجيليشن والهيمستيزز والديسانفكشن والايز فيوز، هو مش صعب الاستخدام خالص. هي في ناس يمكن بتخاف ان هي تشتغل بيه لان بيقول لك ممكن يحرق، ممكن يعمل مشاكل. لا وانس ان حضرتك فاهم بتعمل ايه، خلاص الموضوع بالنسبه لك هيبقى سهل جدا. طيب يمكن الليزرز لما ظهرت كانت احنا عمالين بنقول ليزر دنتسري ليزر دنتسري ليزر دنتسري، اللي هو استخدام الليزر في الدنتسري. يمكن انا لما بدات قصه المحاضرات بدات ان انا اشفت بقى بعد كده في المحاضرات بتاعتي، انا يعني انا بدي محاضرات اولموست في الليزر من 2015 او 2014. فلما بدات بعد كده اقرا في الليزر واشتغل بيه كتير، وبقى عندي كذا جهاز وبشتغل بكذا طريقه، وديت كورسات ومحاضرات في كذا حته في مصر وبره مصر، فلقيت ان الليزر لا، هو ما فيش حاجه اسمها ليزر سبيشالست باي ذا واي، يعني ما فيش حاجه اسمها انا متخصص ليزر، يعني انا مش متخصص ليزر، انا واحد اشتغلت بليزر كتير وقريت فيه كتير وبدرسه، لكن ما اسميش ليزر سبيشالست لان انا مقتنع ان الليزر ده اتس تول، يعني اداه اقدر اي حد يقدر يشتغل بيها، جي بي يشتغل بيها، اندو بيريو سيرجري اورثو. يمكن في حاجات كتير جدا من اللي انا هشرحها لكم النهارده انا بحكم تخصصي ان انا مش بروفيشنال ان كونتست ما اشتغلتش بيها، لكن لازم اقول لك استخدامها ايه. يعني اشتغلت حاجات كتير قوي بالليزر، بس في حاجات كتير انا ما اشتغلتهاش بحكم ان انا مش تخصصي يعني، لكن بحاول ان انا بدات اعمل سلسله محاضرات ان انا اشفت كلمه ليزر دنسري دي الى ليزر اسيستد دنسري، ان انا الليزر بقى تول اداه. يعني ايه تول؟ يعني عباره عن حاجه بستخدمها مع ادوات اخرى عشان تزود لي الكواليتي بتاعه الشغل بتاعي. ويمكن بقى بقول لكم اللي بدات بيه ان انا اعمل سيريس من المحاضرات اسمها جات ليزرز، ان هي ببدا ادخل ليزرز ان اندو، ليزرز ان بيريو، ليزرز ان سيرجري، ليزرز ان اثاتكس، ليزر ان ريستوراتيف، ليزر ان بيدو، ان اورثو اند سو اون. فبالتالي ال الليزر بحب دايما اقول عليه اتس تول،
مش ديفايس. يعني كلمة تول دي يعني أداة، يعني حاجة أقدر أعمل بيها كذا استخدام، مش ديفايس بيعمل لي حاجة واحدة. مش عايز أوقف عقلي إن هو والله لا ده هو بيعمل سوري بيعمل 1 2 3 4، هو أنا بتجيب جهاز الليزر ليه عشان أعمل جنجيفكتال ديبيجمنتيشن، جنجيفكتال ديبيجمنتيشن. كل ما أكلم حد يقول لي هو كده بس، أقول له طب استخدمته في الإندو قبل كده؟ يقول لي لا. طب عملت ديس انفكشن في بيريو بوكت قبل كده؟ لا. عملت ديس انفكشن أراوند إمبلانت؟ لا. عملت بيه بليتشنج؟ لا. عملت بيه مثلا واتيفر بقى، يعني حاجات كتيره جدا اقدر ان انا اشتغل بيها الليزر غير الاستخدامين التابو المقدس لاي كلمتين مكتوبين على جهاز الليزر. يمكن الليزر لو جينا اتكلمنا على الليزر اساسا الروبوتكس او استخدامات الليزر في الاندو، الفكره في ان ساعات كتيره جدا هتلاقي سؤال هيطرح نفسه في قصه الفاينانشلز، ان والله دلوقتي يا دكتور انا دلوقتي لما اجي اعمل اندو واقول للبيشنت انا والله هستخدم الليزر في الموضوع، هل انا لازم ازود عليه فلوس؟ والله هو في كده في علم الماركتنج المفروض تزود، بس انا في رايي ان جهاز الليزر ده في حاجات ماني جيننج يوزز هو اللي بتجيب بينها انكم، زي الجينجيفكتني زي الديبيجمنتيشن والجينجيفر ريكونتورينج والحاجات اللي بتجيب انكم منها، وفي حاجات لا هي حاجات اسستنج، يعني هي حاجات بتزودك الكواليتي بتاعت الشغل بتاعك، بحيث ان هي بعض الاحيان انت مثلا تيجي تشتغل اندو البيشنت وانت لابس لوب، هل هو البيشنت تيجي تقول له والله انا دلوقتي لو عملت لك اندو بلوب بجنيه مثلا ومن غير لوب ب 75 قرش؟ هيقول لك لا اعمله لي وانت عينك مغمضه وادفع لي 50 قرش، وادفع 50 قرش. فالفكره هي مش في التوفير، هي الفكره في انك الحاجات دي هي اللي بتزود كواليتي شغل، يعني بيساعد في ان 1 2 3. في بعض الابلكيشنز اللي هنقولها لا هو هي سبيسيفايد قوي في القصه دي، فبالتالي لا اي هاف تو تشارج البيشنت على حاجه زي كده، ويمكن دي ليها قاعده ثانيه قصه التشارجنج والفاينانشلز دي. بس النهارده هكلمكم على استخدامات الليزر في الاندودونتكس، حاولت اجمعها لكم كده قدر الامكان في برزنتيشن صغيره، يعني هي طبعا المفترض ان يبقى فيه كلام كتير قوي، بس احنا هنحاول نختصر قدر الامكان بحيث ان احنا نخلص في الوقت المطلوب. طيب اول استخدام للليزر كان بيستخدم في البلب فايتاليتي انك عايز تدياجنوز الفايتاليتي اوف ذا بلب. يمكن المشكله دايما عندنا ان احنا عشان نعمل دياجنوزز للفايتاليتي اوف ذا بلب كنا بنتجه نشوف هو بيحس بكولد ولا بيحس بهط. طب هو بكلمكم بقى بلغه البيشنتس، هتكلمه تقول له طب هو بيوجعك مع ساقع وجعك مع سخن؟ طب احنا عايزين نعمل فايتاليتي للبلب، كان الترند بتاعنا دايما ان احنا نستخدم حاجه هوت وحاجه كول، نشوف هيبقى فيه بين هيبقى فيه مفيش. طبعا الحاجات دي تعتبر يعني سودو بين، لان ممكن يبقى فيه مشكله، ممكن يبقى انفيسبل بالبايتس ومع ذلك تحس ببين. فبالتالي المفترض ان البرسايز فايتاليتي عشان تعرف اكتوال فايتاليتي للبلب شود انديكيت ذا بريزنس او ابسنس او بتاع مين، بتاع بلاد فلو، لازم تعرف اذا كان في بلاد فلو جوه ولا لا، فده المفترض الاكتوال فايتاليتي تست. طيب بنعرف كده ازاي؟ عن طريق جهاز، يمكن هو مش متواجد في العيادات، انا بس بقوله لكم لان هو موجود كريسيرش وكان موجود في مكانين ثلاثه وفي ناس اشتغلت بيه في شغل رسائل. هو عيبه بس ان هو يمكن معقد شويه في طريقه استخدامه، بس هو فيري بريسايز في شغل الرسائل، الا هو الليزر دوبلر فلومتري. ممكن تكون انتوا شفتوه قبل كده في كتب او في محاضرات او حاجه زي كده. الليزر دوبلر فلومتري ده عباره عن ديفايس مهمته ان هو يقيس البلاد فلو اللي جوه التوث، اللي جوه البلب، تمام؟ زي ما انتم شايفين هو عباره عن 2 نودز كده زي ما انتم شايفين بتتركب في حاجه مولد كده من حاجه كوكسيت باتي ويتحط فيها دول، ويبدا يعمل لك زي جراف يقيس لك البلاد فلو اللي جوه عن طريق ان هو اللايت سورس او الليزر بيطلع ضوء، بيمسك الضوء ده بينعكس على الار بي سيز اللي ماشيه جوه البلاد، وبتنعكس ترجع تاني على حاجه اسمها فوتو ديتكتور زي مستقبل للضوء ده. فبالتالي لو المكان اللي فيه الفوتو ديتكتور ده استقبل ضوء من المكان اللي فيه البلب، اذا
المكان ده فيه بلاد فلو، ما استقبلش بقى مكان ما فيهوش بلاد فلو، ويتعمل في الاخر على شكل جراف زي ما انتم شايفين. ويمكن الجهاز شغله زي ما بقول لكم هو ريسيرش وايز اكتر منه كلينيكال وايز، بس ده نوع من انواع استخدامات الليزر في الاندودونتكس. طيب تاني حاجة استخدامات الديود في الديسنسيتايزيشن، يمكن الكلام ده بقى كلينيكالي موجود. طيب قصة الديسنسيتايزيشن ان انت بتجيلك كتير قوي ناس عندها هايبر سنسيتيفيتي في التيث، يقول لك والله دكتور ده بيوجعني مع السائع، اسناني كلها وجعاني مع السائع والسخن. انت اول حاجة لازم تدايجنوز المشكلة جاية من ايه، ممكن يكون ريسيشن، ممكن يكون في مالتيبل تراكس في التيث، ممكن يكون البيشنت ده عنده بروكسيزر او كلينشر فبالتالي عنده وير فاسيتس، فانت لازم تدكت المشكله جايه منين. لكن لو الموضوع جاي سنسيتيفيتي عاده ديودو وير او وير فاسيتس زي ما انتم شايفين من بروكسيزنج او توث براش ابريجن او من ايروجن، فبالتالي النكس بتاعت الاسنان او الحتت اللي بيوند سمنتو انامل جانكشن دي اول ما تبدا تظهر يبدا يبقى فيها سنسيتيفيتي مع الهوت درينكس والكولد درينكس والكلام ده. طيب الحل هنا او دور الليزر هنا ايه؟ بكذا طريقه، ان هو يا اما بيعمل دايركت افكت عن طريق ان الليزر راديشن ده لما بيجي يشتغل على النكس بتاعه الاسنان بيعمل بيلعب على الالكتريكال اكتيفيتي اوف ذا نيرف فايبرز وذين دنتال بالب، ان هو لما تبدا تحرك الديود ليزر التيب بتاعته على النكس بتاعه الاسنان بوات باور معينه وبارامترز معينه باتجاهات، ان هو ده بيبدا يعطل النيرف اندكشنز الصوديوم بوتاسيوم شانلز اللي هي بتبدا تنقل النيرف امبلسز ما بين النيرف اندنجز، الليزر بيبدا يعطل فبيوقف البين عند المكان ده. يمكن الموضوع بيبقى يعني حاجه تنفي بس لحظيه كمان، بس على الاقل البيشنت بيخرج من عندك مرتاح. ده دايركت افكت بتاع الليزر بيم على النكس بتاعت الاسنان. الافكت الاخر ان هو عن طريق استخدام ديسنسيتايزنج ايجنت وابدا اعرض لي الدايود ليزر بان انا بابلاي ديسنسيتايزنج ايجنت في اكم من كذا ديسنسيتايزنج ايجنت في السوق، مش عايز اقول براند نيمز طبعا في اللايف شو، بس اللي عايز يسالني ممكن انا هحط الكونتكست بتاعتي في اخر البرزنتيشن تقدر تسالني عليها. فانت بتبدا تحط ديسنسيتايزنج ايجنت على التيث وتبدا تو ابلاي الدايود ليزر بتاعك او سوفت تيشو ليزر على النكس بتاعت الاسنان وعلى المكان اللي انت حاطط عليه ديسنسيتايزنج ايجنت بكذا هاند بيس، حسب بقى لو انت هتشتغل على كذا سنه فتبدا تشتغل بالهاند بيس اللي هي زي بتاعت البليتشنج او الفلات توب هاند بيس اللي بتيجي مع الدايود ليزر، قال لو هتشتغل على سنجل توث بتشتغل بالهاند بيس بتاعت الدايمودوليشن او اللي هي سنجل توث هاند بيس زي ما انتم شايفين في الصوره. البيبرز قالت ان القصه دي توجيه الليزر على الديسنسيتايزنج ايجنت بيبدا يزود البرميابيليتي بتاعته ان دبث اكتر جوه التوث ستراكشر ويزود السستينتابيليتي بتاعته ويفضل فتره اطول على الاسنان لان هو بيخش ان دبث اكتر. فدي لما عملوا مقارنه ما بين استخدام ديسنسيتايزنج ايجنت بس او ديسنسيتايزنج ايجنت معاه دايود ليزر، لقوا ان الفيلينج اوف سنسيتيفيتي مع الجروب بتاع الديسنسيتايزنج ايجنت مع ليزر بدا ان هو يتحسن بطريقه احسن من الديسنسيتايزنج ايجنت لوحده. اللي فوق الدايود ليزر النوع الاخر من الليزر اللي هو الاربيوم ليزر، او ما اعرفش تسمعوا عنه ولا لا، اللي هو ما يطلق عليه الهارت تيشو ليزر او الاسم الصح الاولد تيشو ليزر. يمكن الهارت تيشو ليزر ده هو عيبه بس عدم انتشاره عشان سعره، يعني هو انا بشتغل بيه مثلا بقالي حوالي 5 سنين، بس هو مشكلته ان هو غالي شويتين واستخداماته محدوده بس دي افكتس ماجيكال في شغل كتير جدا. يمكن امبارح كان عندي لايف شو عن الرول اوف ليزرز ان استاتكس، فكان من استخدامات الاربيوم العظيمه هي دي بوندنج اوف ذا فينيرز عن طريق ان هو الاربيوم ليزر بيم بيبدا يعدي من الفينير ويبدا يعمل دي بوندنج للفينير من الريزن سيمن، فبالتالي يقدر يعمل دي بوندنج لفورم اوف فينير ان 10 او 12 مينتس فبدون انافيزيا بدون اي حصل بدون ما يأذي الاسنان، الموضوع في منتهى الايه السهوله. استخدام الاربيوم في
في الاندو او في السنسيتيفيتي عامه، ان هو بيعمل فيزيكالي سيلينج. انا عشان شايفين الفيديو ولا لا، يا رب ما يكونش بيعمل لاجنج بس ماشي كويس. انه بيعمل اكتوال فيزيكال سيلينج للحتت الاكسبوزد من الانامل والدنتين. انت شايفين زي ما انت شايفين الدكتور هنا ماشي بالتب وداوت كونتاكت من بعيد، انت تحس ان هو ما بيعملش حاجه، لكن هو بيعمل اكتوال سيلينج للمكان اللي هو فيه سنسيتيفيتي، اللي فيه اريتيشن، اللي البيشنت بيحس فيه هنا بهايبر سنسيتيفيتي. هنا ماسك الارميوم ليزر، وهو باي ذا واي دايما بنشتغل هنا من غير كونتاكت، وهنا بعد كده الحته دي بتلاقيها بقت جليزد اكتر عن الطبيعي. لو شفنا المكان ده تحت السكاننج ايكتو مايكروسكوب هنلاقي زي ما انتم شايفين النون ليزد، الدنتاينا تبيولز مفتوحه، لكن في الناحيه الاخرى ان حصل الماجنيفيكيشن الكبير ده مبين ان التبيولز اوبننجز دي ساحت اتقفلت، تمام؟ فكانه لحم البورز دي فوق بعضها بالافكت بتاع الاربيوم ليز، لان هو الوحيد اللي يقدر يشتغل على الهارت تيشو. زي ما انتم شايفين الصوره الثانيه دي برضو نفس القصه، الصوره نمبر A دي تبيولز مفتوحه، نمبر B نفس القصه، شايفين سي ودي اللي تحتها لا دي ملحومه، الليزر لما بيمشي عليها بيسد المسام فيزيكالي بتاعه التوث ستراكشر، فبالتالي بيقلل سنسيتيفيتي الدرجه قويه جدا عن قصه الديود ليزر. طيب من استخدامات الليزر برضو في الاندو هو الفايتال بارت فيرد، ان انا اقدر استخدم الليزر في قلب بس يكون فايتال لسه عندي. انا كل ده ما دخلتش لسه فروت كانال، انا كل ده بكلمك على افكت اوف ليزر على البلب عامه، استخداماته ايه في قصه الاندودونتكس والبلب بلب ثيرابي كله. طيب بالنسبه للفايتال بلب ثيرابي، من اول الاندايركت بلب كابينج، ان انا اقدر استخدم الدايود ليزر في الاندايركت بلب كابينج. طب هو بيعمل ايه في القصه دي؟ ان هو بيعمل ديس انفكشن للكافيتي، ان انا اقدر اعمل بيه بعد ما اخلص الكافيتي ولقيت ان انا خلاص انا قربت على البلب، فاقدر استخدم الدايود ليزر باني اعمل ديس انفكشن للكافيتي. الدايود ليزر عنده افكت مرعب في سيتوكسيك على البكتيريا، لان هو بكذا طريقه بقى، من اول ان هو الليزر بيم نفسه كيلر للبكتيريا، تاني حاجه ان هو ممكن تستخدمه ومعاه حاجه ديس انفكتنت لجوه الكافيتي، فبيزود الاكسجين في المكان ده، ان هو بياكتيفيت الاكسجين اللي جوه الماتيريال دي، فبالتالي بيموت الان ايروبس اكتر. يعني بكذا طريقه بكذا بارامتر، مش يعني مش قادر اخش لكم بديتيلز كبيره، برضو ده لي يعني ديتيلز اكتر شويه، تفاصيل كبيره قوي. بس ما من استخدامات الدايود ليزر ان هو اقدر اعمل بيه ديس انفكشن جوه الكافيتي، بالذات لو انا قريب من البلب، بس طبعا ببارامترز معينه، لان هو لو استخدم باستخدام خاطئ ممكن يعمل هايبر سنسيتيفيتي اكتر في البلب، تؤدي في الاخر ان يحصل له ريفرسبل بلبايتس، ويحصل تضطر انك تعمل روت كانال تريتمنت. ويمكن ده ضرب من ضروب اللو ليفل ليزر ثيرابي، ان انا اشتغل بالليزر على باور قليله جدا. مهمه الباور القليله دي ان هي تعمل لي ديسانفكشن للكافيتي، ان هي تقتل بكتيريا وذوت ان هي تعمل اي افكت على البلب. طيب انت قلت لنا من شويه ان الديود ده سوفت تيشو ليزر، ده ما بيشتغلش على الهارد تيشو خالص، ما ده حقيقي، بس هو مش هيعمل اي افكت على الانامل والدنتين. طب هو هياثر على ايه في الاسنان؟ هياثر على البلب، لان حضرتك طول ما انت حاطط الديود ليزر بتاعك على التو ستراكشر وبتشغل الجهاز، فيبدا الهيت بتاع الديود كله ينتقل الى المكان اللي هو رايح له، بيحصل فيه ابزوربشن فيه، الا وهو البلد اللي هو البلب. فدايما الديود لو هنعمل بيه ديس انفكشن جوه الكافيتي بيبقى الحاجات دي كلها على باورز قليله، بتبقى 0.8 وات 0.9 1 وات، وكمان ما بقاش ان كونتاكت فتره طويله، يا دوب بنمشي في سيركلر موشن. ليها يعني سكولز كتيره محتاجه شرح اكتر شويه. طيب او باستخدام الاربيوم اللي هو الهارت تيشو ليزر، يعني كيس زي دي انا كنت بعمل كافيتي بطريقه عاديه جدا بالهاند بيس العاديه. بعد ما خلصت الكافيتي زي ما انتم شايفين انا شايف شادو اوف ذا بالب، يعني هنا بعد ما عملت اسكافيشن لاقي في الاخر زي ما انتم شايفين البالب الشادو بتاعه باين، بس ستيل الكيس دي انتكت، انا لسه كل ده مش دايركت بالب كابينج. كلمه دايركت بالب كابينج يعني انا حصل اكسبوجر ان في بلاد طالع، لكن كل ده انا ما زلت اندايركت، لسه في ثين وول من الدنتين محطوطه حائل ما بيني وما بين البالب، فانا هنا مش هفتح روت كانال. طيب انا بعمل ايه هنا؟ باستخدام الاربيوم قدرت اعمل
بالب كابينج فيزيكال سيلينج، ان هو بمشي بسيركلر موشن فكانه بيعمل سويبينج، انه بياخد لير من الحته الانتكت ولير من الحته الانتكت اللي جنبها ويسيحها فوق المكان اللي فيه البالب باين. هي الموضوع يبان ان هو خيال علمي شويه، بس هو ده حقيقي فعلا اللي بيحصل، انك عارفين زي ما نكون احنا عندنا حفره في الوسط وعايزين نداري عليها، فبناخد حاجه من هنا دست من هنا وناخد دست من هنا ونقفل عليها. هي دي نفس القصه، كاني ماسك حاجه كده وبعمل عليها بقماشه كده عشان اغطيها، كاني بقفل بلطو بتاعي. هي نفس الفكره، ان انا بسيح ليرز من التوث من هنا ومن هنا عشان تيجي تسيل فوق المكان اللي هو فيه البلب باين، واقدر بعد كده اعمل شويه سيرفس تريتمنت للتوث اول اراوند زي ما انتم شايفين برضو باستخدام الاربيوم، وتابلاي الريستوريشن بتاعتي بعد كده. طيب لحد قصة الدايركت بالب كابينج بقى، الا وهي ان انا شايف فعلا اكتوال بلاد، انا شايف بليدنج. طيب فكرة الدايركت بالب كابينج دايما انا التارجت بتاعي او الجول بتاعي ان انا اسيز البلاد اللي بيطلع ده، اعمل كواجيليشن، اعمل هيموستيزيس، وستيب 2 ان انا اعمل ديس انفكشن للمكان ده، فعشان انجح ان انا اعمل دايركت بالب كابينج. انا عارف ان في ناس كتير جدا لما بيحصل لهم حاجه زي كده ماينيوت اكسبوجر زي ده ما بي يعني في الاخر بيفتح روت كانال. انا من وجهه نظري انا اصلا بتاع ريستوراتيف، انا ماستر بتاعتي اوبتيف والدكتوراه اللي بعملها اوبتيف، فانا دايما بحب الكونزرفاتيزم جدا. انا بعتبر ان او بؤمن دايما اي بليف ان تو ستراكشر ربنا عملها دي ما فيش حد يقدر يعمل زيها ولا لما نعمل ايه. فا ايا كان البيست انسوليتور فوق البالب هو الدنتين نفسه، فانك تدي تشانس للكيس دي. انا عارف ان هو حالات كتير جدا بتفشل، بس هي عاده بتبقى ديو تو ايزوليشن، ان مفيش او في بكتيريا او ديو تو انفكشن. بس انت لو وقفت البلاد وحطيت ماده كويسه البالب كابينج ماتيريال نظيفه كويسه، حاجه زي ام تي اي مثلا او كالسيوم هيدروكسيد او كذا حاجه ممكن تقدر تستخدمها، وريستوريشن مظبوطه، عملت انسوليتور كبيز تحت الريستوريشن مظبوطه، عاده الحالات دي بتنجح وتبقى كويسه جدا. مع استخدام الليزر بقى ايا كان دايود او اربيوم، الاثنين بيقوموا بنفس الوظيفه، ان انا بعمل هيموستاسيس، انا بوقف البلد، وفي نفس الوقت نفس القصه بتاعت الاندايركت بالب كابينج، ان انا بقدر اعمل ديس انفكشن جوه الكافيتي، فبضمن ان انا وقفت البلد عن طريق الليزر، وبنفس الوقت ضمنت ان انا عملت ديس انفكشن اراوند المينيوت بالب اكسبوجر ده، فاقدر احط بالب كابينج ماتيريال بتاعتي وانا مطمن. زي الكيس دي زي ما انتم شايفين، ادي upper first و second molar 6 و 7 زي ما بنقول. البيشنت هنا زي ما انتم شايفين الكيرز من بره باين صغير قوي، ويمكن دي كنا المشكله اللي بنقع فيها دايما، نقول ايه لا ده حاجه صغيره جدا، ده كافيتي صغيره وهتخلص على طول حضرتك ومفيش اي مشكله. وياما وقعنا فيها كطلبه لما كنا في السكاشن، واعتقد حتى الان الناس لسه بتقع فيها، حتى انت ايمن في الكلينيك بتاعتك هتبدا انك تدرك الموضوع ده بعدين، يعني ما يجي البيشنت وتلاقي خرم صغنطه قد كده، كافيتي صغيره، والبيشنت نفسه يستغرب بيقول له دكتور انت كانت فتحه صغيره وانت ازاي فتحت كتير جوه كده. فانت مفترض تفهم البيشنت، عشان دي دايما نقطه الخلاف بيننا وبين المرضى، انه والله بص يا دكتور انا رحت عند الدكتور وكان خرم صغير وهو فتح لي فتحه كبيره جدا. طب قبل ما تبدا انك تهاجم الدكتور، او ان حضرتك كطبيب جالك حد ريفيرد من دكتور تاني بطريقه او اخرى، حاول ما تهاجموش طبعا، لان دي اثكس المهنه. ونمره 2 يعني ما تظلمش الدكتور الا لما تشوف الشغل، لان الكيرس دايما زي ما انتم عارفين بروباجيت على شكل زي بيراميد، دايما انت تفتح من فوق تلاقي راس صغننه جدا، وتفتح جوه بقى تلاقي الموضوع ايه منتشر. فنصيحتي ليكوا حاجتين، يعني دونت اندر استيميت منظر الكيرس الا لما تفتح وتشوف، تاخد سيمتومز من العيان وساينز. ونمره 3 ما تقولش للبيشنت لا والله دي حاجه صغيره، لان هو دايما لو الموضوع ما طلعش صغير شكل الدكتور قدام البيشنت بيبقى يعني حاجه صعبه جدا. يعني نصيحتي قول للبيشنت والله احنا هنبدا ونشوف حضرتك لو عميق او حاجه سطحيه، ولا تخلي الدنيا للبيشنت وردي ولا تخليها له سودا، واقعيه. فكده زي اللي انتم شايفينه من بره ده هو يا دوب نقطتين صغيرين وهتبقى حاجه بسيطه، لا ده احنا فتحنا جوه الدكتور فتح ما شاء الله لقى كافيتيز 2 كبار جدا.
فبصينا اكتر جوه الكافيتي لقينا السكس زي ما انتم شايفين في شادو اوف ذا بالب وال7 مينوت بالب اكسبوجر. فده اللي كان الكافيتي بتاعهم زي ما انتم شايفين من فوق حاجه صغيره. طيب قدر هنا الدكتور بعد ما يخلص انه يعمل ايه؟ انه بعد ما خلص الكافيتي بالهامبيس العاديه كمل الكافيتي بالايربيوم ليزر وبدا يعمل سيلكتيف اتشنج اراوند المكان وعمل هيموستيزس في البالب يوزنج الايربيوم ليزر وبعدين حط البالب كابينج ماتيريال وحط الريستوريشن بتاعه وعمل فولو اب مهمه جدا 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 قصه الفولو اب دي في حاجات البالب كابينج. بعد سنه لقى فورميشن اوف ادنتين بريدج في التوث اللي هي كانت فيها ماينيت بالب اكسبوجر اللي هو كان الابر سكند مولر او الابر 7 والبيشنت مفيش اي ساينز اند سيمتومز زي ما انتم شايفين الاكس راي مفيش اي بريابيكال بافوزز والدنيا كويسه جدا. طيب استخدام يعني عاده ما بنستخدمش الايربيوم ليزر في قصه الاكسس كافيتي ده ريليتد للهارت تشو ليزر بقى بس ما بنعملهاش لان بصراحه اولا هو الايربيوم في شغل الهارت تشو او في الكافيتيز بطيء شويتين فبالتالي لو حضرتك هتفتح اكسس هتضطر تدي انستيزيا فاشرب الهاند بيس هتبقى اسرع ومور اكيوريت وهتديك شكل كافيتي مظبوط عن الايربيوم. لكن هو كايربيوم تقدر نعمل بيه كافيتي عاديه عشان برضه يكون الفيديو وانتم شغالين شايفينه وسامعينه وسامعين صوته. ده ايربيوم بنعمل بيه كافيتي عاديه جدا مش اكسس كافيتي. شايفين بقى الفيديو ده من السايت بتاع شركه فوتونا. ده كافيتي بيتعمل كلاس 5 يوزنج الايربيوم ليزر. موضوع زي ما انتم شايفين ممتع. حتى انا احاول هسكت شويه عشان تتفرجوا الموضوع زي ما انتم شايفين اتس لايك ماجيك. يا رب بس يكون الفيديو ماشي كويس مفيش اي لاج فيه. شايفين السلكتيفيتي ان هو الايربيوم ماشي مع الكيرز going through the cares without affecting اي حاجه في الستركشر. في الكافيتي الموضوع خلص من بعيد ونضيف ازاي بس كده الدكتور خلص الكافيتي بتاعته. بس حط الريستوريشن بتاعه الموضوع لطيف جدا. طيب نيجي بقى للمهم تمرينات الليزر في الاندو اللي هو الروت كانال ديسانفكشن. طيب فكره ان انا اعمل ديسانفكشن في الروت كانال او ايه المشاكل او التشالنجز دايما اللي يعني بتواجهني وانا بعمل اريجيشن. ثلاث حاجات، اولا ان انا اشيل اسم اللاير، ثاني حاجه اعمل كليننج للان انسترومنتد بارت للروت كانال سيستم، وثالث حاجه ان انا اعمل اريديكيشن للبايفيل. انا عايز اشيل السميل لاير الدبري اللي موجوده في الانترنال وولز اوف ذا كانال. تاني حاجه ان انا اعمل كليننج للحتت اللي انا ما قدرتش ادخل فيها الفايل بتاعي. ده فكره الاريجيشن، ان انا كمان ان انا اشيل الاماكن اللي فيها لاترال كانالز ولاترال بالب تيشو. هشيل منها البالب من جوه ازاي؟ هدخل الفايل بتاعي جوه اللاترال كانال؟ ما ننفعش، مش هنعرف. فبالتالي ده دور الاريجيشن. وتالت حاجه ان انا اعمل اراديكيشن للبايفيلم. طيب هل دور القصه الثانيه بتاعت الكليننج ان انسترومنتد بارت اوف ذا روت كانال سيستم ده دور الاريجيشن لوحده؟ لا، دي بقى الطرق الجديده في قصه الاريجيشن، ان انا مش مجرد ان انا امسك سيرنج بلاستيك ودب اعمل اريجيشن جوه الكانال تك تك وخلاص. لا، بقت في طرق كتيره ان انا عايز اعمل اكتيفيشن للاريجيشن. طيب المشكله اللي بتواجهني ايه دايما في الاندو؟ الكومبلكسيتي بتاعت الروت كانال سيستم. مش كل الروت كانالز زي ما احنا بنشوف منظر خط طبيعي، احنا يعني الناس بتتعامل مع الروت كانال ان هو جاست لاين وخلاص، تيوب انبوبه ماسوره صغيره. لا، هي في كميه تعقيدات لاترال كانالز وسمول كانالز مش هتقدر تعمل لها انسترومنتيشن بالفايلات بتاعتك، مش قادر تخش فيها، وكميه كيرفز وكميه راونديشنز وحاجات كتيره جدا وانواع كتيره من شكل البالب كانالز والروت فورمز. فبالتالي انا كل اللي انا عايز اعمله عايز اعمل اكتيفيشن للاريجيشن. ده الدور بتاع الاريجيشن اللي انا اعمل له اكتيفيشن. يمكن دايما بتوع الاندو هو مهمتهم ان هو عايز يعمل كليننج اند شيب، بس
حسب ما سمعت من كذا حد من البروفيشنال اندودونتست، هو بيقول لك انا بعمل شيبنج عشان اقدر اعمل كلينك. فبالتالي لو انت ما عملتش شيبنج مظبوط مش هتعمل كلينك مظبوط. فكره ان انا اعمل دايفرجنز في الكنال وامشي بفايلات نمبرد من تيبر كذا لتيبر كذا لمجرد ان انا اساعد ان انا اوصل بالإيريجيشن بتاعي للاماكن اللي انا مش عارف اعمل لها انسترومنتيشن. ثواني بس يا جماعه. معلش هنا بنحط الشاحن بس. طيب نرجع تاني الموضوع. طيب الفكره كلها ان انا عايز اعمل اكتيفيشن للاريجيشن. طيب الطرق بقى ازاي؟ طرق كتيره جدا، من اول طرق مانوال عاديه لحد حاجات اسيستد اكتيفيشن. مانوال ازاي؟ يا اما بالسيرنجز اللي هي مش عاديه، سيرنج اللي هي فيها سايد فينتد، في سيرنجز بتبقى فيها نيفي تاب، الحاجات المونوجكت، الماكسي بروب، الحاجات اللي فيها ناي تايد تيبس، الحاجات اللي فيها سايد فينتد وبتبقى حاجات دبل سايد فينتد ما بتبقاش اندد عشان تبقى فيها برضو سيفتي ان ما يعديش منك الريجيشن بياند الايبكس. الطرق اللي فاتت دي كلها عشان اقدر اعمل اكتيفيشن ريجيش، احركه جوه الكنال. نمره 2 براشز، انواع من البراشز معينه زي الاندو براش والنيفي تاب اف اكس. دي عباره عن براش مهمتها ان هي تحرك الاريجيشن جوه الكنال. او الام دي اي، ان انا امسك الكون نفسه المانوال دريفري، ان انا امسك الكون وابدا اعمل اجيتيشن للاريجيشن يوزنج الماستر كون بتاعي، ان انا احرك الجاتا بيرش جوه الكنال عشان ابدا احرك بيها الاريجيشن جوه الكنال، لان هي دي المفترض هي دي اللي واصله لحد الايبكس بتاعي اللي هقفل بيها بعد كده. طيب الطرق الاخرى غير المانوال الاسيستد اكتيفيشن، من اول بقى الحاجات اللي هي براشز روتري لحاجات حاجه اسمها كونتينوس اريجيشن او السف. يمكن ده كان فايل موجود زمان، ممكن يكون الناس الصغيرين مش عارفينه، القدام شويه او الناس المتخصصين في الاندو شويه ممكن يكونوا عارفينه، كان اسمه سف او سيلف ادابتنج فايل. عباره عن فايل بيخش جوه الكنال معمول من ماده زي التيتانيوم، وهو داخل عباره عن مش كده زي الشبكه كده، وهو داخل بيتطبق كده وبيتحرك جوه الكنال بينظفها من جواها، وهو جوه بيطلع اريجيشن. يعني موضوع معقد شويه. عارفين التيب بتاعت الالتراسونيك اللي هي التيب نفسها جنبها فتحه بتطلع الميه بتاعتها، دي زيها كده بس على صغير على قد الفايل، بتخش الفايل وهو جوه الكنال بيعمل انسترومنتيشن وفي نفس الوقت بيطلع اريجيشن جوه الكنال. يمكن في ناس من زمن حاولوا يعملوا عليه رسائل كتير، بس يعني هو يمكن استخدامه ليميتد شويه، الناس القدام عارفين ليه، والجداد يمكن عشان نقول لكم عشان هو الفايل ميد ان اسرائيل عشان كده مش عارف ينتشر جوه الدول الميدل ايست خالص. الطريقه الاخرى حاجه اسمها النيجاتيف بريشر او الاندوفاك، ان انا بدخل حاجه جوه الكنال زي الهاي سكشن، ان وهي الاريجيشن بيدخل بيخرج، تمام، فاكيوم بفاكيوم، بان انا بشفط اللي جوه الكنال، ان ما اسيبش حاجه جوه وانا بدي اريجيشن كونتينوس اريجيشن كونتينوس اريجيشن. نيجاتيف بريشر واندوفاك، ينزل البريشر فيحصل زي فاكيوم زي السلايفا اجيكتور بتاعنا بتاع اليونت بس جوه الكنال. طيب طريقه اخرى السونيك اكتيفيشن والالتراسونيك اكتيفيشن، ان انا بستخدم التيبس بسونيك موفمنت او بالتراسونيك موفمنت. يمكن اللي ما يعرفش الفرق بين الاثنين، السونيك ده بيبقى الهرتز بتاعته قليله شويه والالتراسونيك اعلى كتير، بيعدي ال 100,000 او 200,000 هرتز، في حين ان العادي السونيك ده لا يتعدى 4,000. الفرق في الحركه ما بينهم، سرعه الحركه ما بين التيب دي وما بين التيب دي، عشان هقدر اشتغل بيه في حتت ريسكي زي جوه الكنال تحت قوي ولا لا، لان لو حاجه التراسونيك واشتغلت بيها بطريقه عاليه شويه، يعني ما ينفعش استخدم السكيلر العادي بتاعي الا لما يكون سبورتنج للاندو، لان بيبدا يقلل السرعه بتاعته، لان لو استخدمته بنفس السرعه جوه الكنال هيعمل لك كراكس،
اعمل لك كراكس جوه الروت من جوه، فبالتالي ما ينفعش تستخدم الالتراسونيك كده عمياني، لازم يكون الالتراسونيك سكيلر بتاعك او الالتراسونيك ديفايس انا اسف يقدر يعمل او في الاندو سبورت او في الاندو فانكشن. ما ينفعش تستخدم العادي وتجيب له تيب الاندو وتستخدمه جوه الكنان، هتعمل لحضرتك كراكس جوه الروت. فكل السبل دي عباره عن طريقه لتحريك الاريجيشن، ادخله جوه اللاترال وولز وجوه اللاترال كنانز والاماكن ان انا مش عارف اعمل لها انسترومنتيشن. انا عايز اشيل كل الريمننس من البالب تيشو من جوه الكنان، عايز اشيل كل البكتيريا من جوه الكنان، عايز ادخل قاعد كده كل الروت كنال فيلنج ماتيريال بتاعتي جوه طول الكنال كلها وعلى اللاترال وولز بتاعه الكنال في نفس الوقت، واللاترال كنالز من داير ما يدور زي ما احنا ساعات بنشوف في اكس رايز من الاوبتوريشن تلاقي البافز طالعه من اللاترال كنالز. ده شغل البروفيشنالز يعني. طيب من بقى الحاجات الاسيست اكتيفيشن بقى نرجع للموضوع الاصلي هو الليز. طيب اقدر استخدم الليزر جوه الكنال، ايه انواع الليزر ده استخدمها جوه الكنال؟ الديود او الابيوم. تعالوا كده نشوف دورهم ايه. من اول استخدام الديود فقط اللي هو السوفت تيشو ليزر جوه الكنال بيبقى ليه تيبس معينه بسمك معين. التيبس دايما بتاعت الديود يا شباب بتبقى ليها جوجز او تخانات زي السنون بتاعت القلم السنون، في حاجه 0.5 حاجه 0.7 0.9 1 ملم. بيبقى التيبس بتاعت الديود ليزر بتتراوح ما بين 600 مايكرون او 0.6 ملي، 400 مايكرون او 0.4 ملي، 300 مايكرون او 0.3 ملي. دول عاده حاجات السيرجري، ان انا بقطع بشيل ليجن بعمل جينيكتومي كذا كذا كذا. لكن تيبس الاندو بتاعت الديود بتبقى رفيعه قوي، تبقى 200 مايكرون 0.2 ملي. دي ما بتستخدمش في الجراحه خالص، دي بتستخدم فقط للديس انفكشن اوف ذا كانالز، ان هي بتبقى فيري لونج وفيري فلكسبل عشان تقدر تخش جوه الكنال من غير ما تتكسر. طب انا بعمل بيها ايه بقى جوه الكنال؟ او دور الدايود ليزر ايه جوه الكنال؟ زي ما شايفين الصوره هو داخل في اللاترال وولز. الريجيشن العادي المفترض ان هو ما يقدرش يخش جوه الدنتال تيوبس بالطريقه العاديه اكتر من 100 مايكرو. المشكله عندنا في الاندو ايه؟ ان دايما الميكروبس والبكتيريا اللي جوه الروت كنال بتقدر تخش جوه ما بين 800 لحد 1100 مايكرو. طب انا هوصل لها لحد جوه دي ازاي؟ عن طريق استخدام الحاجات الاسيستد اريجيشن، ده اللي هي دورها بقى عشان اقدر اموت البكتيريا جوه الكنالز، او استخدام الليزر. الليزر كمان ميزته ان هو طبيعته وهو ماشي كده زي ما انت شفت في الصوره اللي فاتت اوتوماتيك، زي ما انت شايفين لايت الليزر ده بيقدر يعمل بنتريشن اب تو 1000 مايكرون جوه اللاترال وولز اوف ذا كانال، يعني ملي بحاله تمام جوه الدنتين. فبالتالي يقدر يعمل كانال استرايزيشن كويس جدا 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 جدا، بيوصل لمجال انت تخيل بقى انت استخدمت الريجيشن جوه الكنال وكمان حركته وعملت له اكتيفيشن عن طريق دايود ليزر. فانت كده خدت الافكت بتاع الريجيشن وخدت الافكت بتاعت الانتي بكتيريال بتاعه الدايود ليزر، فانت كده ضمنت جوه الكنال ان الدنيا فري اوف بكتيريا ونظيفه كويس جدا. طيب الـ القصه كلها انك بستخدمه ازاي؟ يا اما بستخدمه لوحده يعني زي ما كنا بنقول زمان كده على الناشف، ان انا بعد ما بخلص الاريكيشن والدراينس وخلاص هعمل اوبتيوريشن بجيب الدايود ليزر بتاعي وابدا ادخله جوه الكنال، برضو ده زي ما قلنا ضرب من ضروب اللو ليفل ليزر ثيرابي. ويمكن هنا هنخش في ديلما كبيره شويه، ان في فرق بين فوتو ثيرابي ان هو العلاج الضوئي فقط الا وهو ان انا بستخدم ضوء الليزر لوحده، او حتى اسمها فوتو كيمو ثيرابي ان انا بحط ماتيريال بيحصل لها اكتيفيشن عن طريق الضوء بتاع الليزر. يعني مثلا عشان الدايود ليزر ده بيشتغل على الحاجات اللي فيها بلاد وفيها حاجات غامقه او فيها بيجمنتس، فبالتالي بحط اريجيشن يكون ليه لون، في نقطه ميثيلين بلو، نقطه بيتادين، نقطه كلوركس دين. مع استخدام الدايود ليزر جوه الكنال يقدر يديني افكت عظيم، ان انا باخد افكت اوف دايود وفي نفس الوقت باخد الافكت اوف ذا الاريجيشن بتاعي، ان انا بدخل الدايود مع الاريجيشن جوه اللاترال وولز اوف ذا كنال، جوه اللاترال كنالز وجوه الدنتين وولز من جوه في الروت. طيب في طريقه ثالثه الا وهي الفوتو دايناميك ثيرابي،
فوتو دايناميك دي عن طريق ان انا بعمل اكتيفيشن للاكسجين. يعني ايه؟ عارفين احنا البكتيريا جوه بتبقى معظمها انيروبس، فاحنا لو دخلنا لها اكسجين هتموت. فبالتالي فكره الفوتو دايناميك ثيرابي ده ان انا بستخدم ماده جوه بتشتغل ان هي تطلع اكتيف اكسجين، عن طريقها بقدر ان انا اموت البكتيريا. والماده دي بيحصل لها اكتيفيشن عن طريق فوتوسنسيتايزر جواها، حاجه بتشتغل عشان تشتغل عن طريق الضوء. طب مين الضوء اللي انا هشغله عشان اعملها اكتيفيشن؟ ده الليزر. فبجيب ماده فيها فوتوسنسيتايزر واستخدم معاها الدايود ليزر وتكون هي فيها نيسنت اكسجين، او ممكن اجيب ماده زي الهيدروجين بيروكسيد واحط معاها ماده ليها لون اقدر اعمل بيها ابزوربشن جوه الدايود واستخدم الدايود. فكل ده انت عملت كومبايننج لحاجات كتير جدا، ريجيشن مع اكسجين مع دايود ليزر، فانت ضمنت ضمان تام ان انت شايل ايراديكيشن كويس جدا 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 للبكتيريا اول اراوند الوولز بتاعه الكنال من جوه الطبيعيه زائد اللاترال وولز بتاعه الكنال. وده ما يطلق عليه اللي احنا قلنا عليه ليزر اكتيفيتد ايريجيشن. ممكن استخدام بطريقه تانية غير الدايود بقى، الاربيوم، بنفس القصه بتاعت الدايود بس بالتبس بتاعت الاربيوم العاديه، ان هي زي ما انتم شايفين في الصوره اللي قبل دي ان هي تبس بتخش جوه الكنال فلكسبل. بعد ما تخلص الميكانيكال بتاعك بتقدر زي ما انتم شايفين حاجه اسمها الار اف تي او ريديال فايرنج تيب، زي ما انتم شايفين من تحت دي شكل التيب من تحت زي الكون كده زي القمع كده من تحت، تبدا تطلع الليزر داير ما يدور في التيبس زي ما انتم شايفين. الدكتور بياخد الكنال من تحت لفوق خلاص من ايبيكال لكرونال عشان يضمن ان هو دخل البيم بتاع الليزر جوه الكنال كلها. ادي فيديو صغير برضو يعني اتعشى ما يكونش بيعمل لاجنج. زي ما انتم شايفين ادي الدكتور بيشتغل بالهاند بيس جوه الكنال. تمام. طيب الحاجه بقى اللي لسه قايلينا من شويه اللي هي فوتو اكتيفيتد ديس انفكشن، ان انا بنقل لليفل جديد الباب تكنولوجي. اتس كومباينيشن من حاجه فوتو سنسيتايزنج داي صبغه، تمام، بتشتغل عند سبيسيفيك ويف لينث من الليزر، فبالتالي تضمن ان هي لما تخش جوه الكنال وعرضها للليزر تمام تبدا الليزر يقتلها. فهي فكرتها كالاتي ان هي عباره بستخدم فوتو سنسيتايزنج ايجنت بيبدا يعمل بايندنج للبكتيريا الممبرين وادخل معاه الويف لينث المعينه بتاعه الليزر دي، اول ما ده يشتغل مع ده يروح مطلع الفري اوكسجين اللي قلناه من شويه، فيعمل ايه؟ يروح عامل رابشرنج للبكتيريا السيل وول اللي موجوده جوه الكنال واللي موجوده في اللاترال وولز اوف ذا كانال، لان قدره الليزر انه يعمل بنتريشن اب تو 1100 مايكرون في اللاترال وولز اوف ذا كانال. طبعا الكلام ده دوكيومنتد بيبرز، مش كلام يعني مبهم، وبداوا ان هم قالوا ان احسن حاجه انك تقدر تعمل فوتو اكتيفيتد ديس انفكشن بانتي بكتيريال افكت ب 5% صوديوم هايبوكلورايد، تمام، لقوا ان هو احسن كتير من الهايبوكلورايد العادي على انواع البكتيريا المختلفه، تمام. فمن اول ان انا بستخدم الليزر كفوتو ثيرمال افكت فقط مع فوتو كيميكال افكت فقط مع الحاجه الاعلى شويه اللي هي فوتو اكتيفيتد ديس انفكشن باستخدام ماده فيها فوتوسنسيتايزر وتشغل الاكسجين تموت البكتيريا، كل الكلام ده بيعمل لك ميكسنج مع بعض انه يقدر يموت لك البكتيريا. لحد ما وصلنا لليفل عالي شويتين بقى اسمه الليزر اكتيفيتد اريجيشن بتب او بتكنولوجي اسمها البيبس، تكنولوجي ثانيه اسمها السويبس. كلمه بيبس دي اختصار لجمله اسمها فوتون انيشيتنج او فوتون انيشيتد او فوتو انديوسد فوتو اكوستيك ستريم. بمعنى ايه الكلمه دي؟ يعني ايه الكلمه دي؟ القصه دي براءة اختراع
لشركه وحيده في العالم اسمها فوتونا، هي الوحيده اللي مخترعه البيبسي دي، والتب بتاعتها ما بتشتغلش الا على الجهاز بتاعها فقط، بس ليها استخدام ثوري. يمكن مشكلتها ان هي التب غاليه جدا، التب تمنها باللايسنس بتاعتها ما يوازي 2000 يورو، وتمن الجهاز لوحده حوالي 100,000 دولار. فاحنا بنتكلم في ارقام يعني خزعبليه شويتين، بس يعني على الاقل نبقى عارفينه. يعني الكلام ده صعب انه يتنقل كلينيكال، بس موجود طبعا بره يعني. بس يعني التب دي انا اعرف ناس جابتها واشتغلت بالجهاز بتاعها قدامي، الجهاز الفوتونا، انا عندي جهاز فوتونا فشغال بيه في عيادتي. فالناس جابت التب بتاعت البيبسي دي، ما اعرفش بقى هم جابوها ازاي، واشتغلوا بيها على الشغل رسائل، بس بتدي يعني شغل خيال علمي ما شاء الله، حاجه قويه جدا. فكره التب دي كلها ان هي بتقدر تعمل هوريكين، حاجه زي كلمه فوتو اكواستيك ستريمينج، زي اعصار جوه الكنال، بيدي شوك ويفز. الشوك ويفز دي مع الليزر بيب التب دي ما بتخشش جوه الكنال بقى، عكس التانيين انت بتحطها جوه الاكسس كافيتي فقط. يعني انت بتفتح الاكسس تعمل يدوب نيجوشيشن للكنال وتبدا تخش وتبدا تمسك التب دي وتشتغل بيها جوه الاكسس كافيتي، فبتطلع لك حاجات زي شوك ويفز، تبدا تعمل لك مايكرو ريموفال لكل السميل لاير اللي جوه الكنال، زائد ان هي كالليزر بيم نفسه بيقدر يقتل البكتيريا جوه الكنال، بتنقل الافكت بتاعها للسولوشن بتاع الاريجيشن اللي جوه الكنال. فانت بتفتح الاكسس وتحط الاريجيشن بتاعك جوه الكنال وتبدا تعرضه للتب بتاعه البيبسي دي، بتبدا تنقل الويفز بتاعتها دي لجوه الاريجيشن، وتبدا تشيل بيه، تعمل مايكرو بابلز زي الفوران، فتبدا تشيل كل السميل لاير من جوه مع افكت اوف ليزر وافكت اوف اريجيشن ان هي بتقتل البكتيريا، فبالتالي تديك افكت عظيم في قصه الكنال كليننج وديبرايتمنت. فتعالوا بقى كده نتفرج على الفيديو ده، عشان برضو ان هو يكون شغال كويس ما فيهوش لاج او حاجه. بتعمل اكسس، تبدا تعمل شيبنج بمينيمالي انفيزيف بليس استرمنتيشن، تمام. بعد كده بتبدا تتجه بالتب بتاعت البيبس زي ما انتم شايفين، بصوا جوه الاكسس كافيتي فقط، بيعمل شوك ويفز فوران. في بقى حاجه جديده نزلت بعدها اسمها السويبس، برضو دي بتشتغل على الفوتونه فقط زي ما انتم شايفين، فيها الموضوع اقوى شويه، الشوك ويفز اقوى كتير. يعني لو عملنا انهانس بيبس بالسويبس، لا شوك ويفز فظيعه، فبتدي افرفيسنت افكت على الوولز بتاعت الكنال من جوه، فبتبدا تشيل السميل لاير، تموت لك البكتيريا، فتداري تديك لاترال وولز مفتوحه تقدر تستقبل معاك الروت كانال فيلينج ماتيريال بتاعتك. دي يمكن مقارنه، فيديو صغير كده، في مقارنه ما بين السونيكس والالتراسونيكس والليزر وحاجه كده، فايل اسمه الايدي. يمكن ما كنتش اعرفه، لما بدات ابحث في الموضوع لقيته. ده مقارنه هنا بين يا جماعه السونيك، الدكتور بعد كده هيشتغل زي ما انتم شايفين الازرق اللي جوه المولد ده اللي هو الحاجات الفلويدز اللي انا عايز اشيلها من جوه كمان. طيب نخش على الفيديو اللي بعده. ده مادة معمولة التراسونيك تب من البيك، مادة البيك زي ما انتم شايفين شالت برضو شوية، بس ما عرفتش تشيل الحاجات اللي في اللاترال وولز. يعني انا كده ماشي في كنال وواصل للايبكس، بس اللاترال وولز ما اتشالتش منها كويس. نبص بقى على الافر سايد، دي التب بتاعت الليزر بتاعت البيبس، شايفين الفوران اللي بيحصل من فوق، انا ما دخلتش جوه الكنال، انا كل ده في الاكسس كافيتي فقط من فوق مع كونتينوس اريجيشن. شايفين الدكتور حاطط التب بتاعت السيرنج مع التب الليزر، شايفين شايف كل الحاجات في اللاترال وولز ازاي. طب مين اللي شبهه بقى شويه؟ الايدي ده، حاجه عفريت كده شغل بتاع سونيك، بس حاجه عظيمه جدا. هو برضو عيبه ان هو غالي شويه وبيشتغل سونيك ما بيشتغلش الترا سونيك.
بتوع الاندو المحترفين هم اللي عارفين الايه دي. شفتوا الفرق ما بين ده وده؟ يمكن دي كيس كان دكتور كان بيعمل رسالته عندي في العياده وجايب اسنان يعملها بالبيبس. السنه اللي قصاد حضراتكم دي هي اوريدي معمول لها اكسس ومعمول لها ميكانيكال ومعمل لها ايريجيشن ودراينس على اساس ان هو هيبدا يعمل لها اوبتيوريشن، فبدا يستخدم معاها التب بتاعت البيبس. هو المفترض عمل البيبس وبعدين عمل لها سكاننج ايتو مايكروسكوب عشان نشوف الافكت بتاعها على اللاترال وولز كان عامل ازاي. بصراحه من غير سكاننج ايتو مايكروسكوب الافكت رؤى العين رهيب. شايفين الفرق؟ شايفين الفرق؟ كل ده بالتب بتاعت البيبس فقط. شايفين التوث ستراكشر عامله ازاي؟ شايفين المايكرو الجلاتس؟ يمكن انا هحاول اكبر لكم الصوره شويه. شايفين المنظر؟ شايفين الشوك ويفز؟ هتلاقوا هنا في زي ايه؟ حاجات زي حتت فيها مايكرو الجلاتس كده جوه الوولز، تمام؟ ده الشوك ويفز اللي هي بينتجها الليزر جوه الكنال. شايفين؟ سوري الصوره دي زومد اكتر. شايفين الكنال من جوه نظيفه ازاي باستخدام البيبس؟ سكاننج ايتو مايكروسكوب تحتها بقى تلاقي فعلا هو شال لما عملنا الريديشن لجوه ايا كان بريديال فاين تيب او بيبس، بدات ان هي تدي دنتين ابليشن اكتر ويديك مساحه اكبر انك تقدر تو ابلاي روت كانال فيرنج ماتيريال بتاعتك وتعمل اوبننج دنتال تيوبز اكتر وتشيل سميل لاير اكتر حوالين الاوبننج لاترال كانالز، انك تقدر اللاترال كانال قدامكم زي ما انتم شايفين في الصوره بقت مفتوحه تقدر ان هي تستقبل معاك الروت كانال فيلنج ماتيريال. وده اللي هم بتوع الاندو بيحاولوا يدوروا عليه، ان هم يشيلوا السميل لاير وان هم يشيلوا البايفيلم عشان يقدروا يعني يعملوا كليننج مظبوط بمينيمال انسترومنتيشن وديليفرنج للروت كانال فيلنج ماتيريال في كل بارت من الكانال. استخدام حاجه صغيره كده في الاندو برضو ان انا اقدر استخدم الديود في الابسس انسيجن اند درينج، ان انا بدل ما اقدر استخدم لانست لا اقدر استخدم ديود في انك تعمل انسيجن ودريننج لابسس، وبالذات لو حدا بيرقبك الاكسس بالمنظر ده المفترض ان انت ما تمشيش البيشنت بالمنظر ده، لازم تعمل درين للباس عشان البيشنت يرتاح وتقلل الانفكشن. واستخدامات برضو الليزر في الاندو سيرجري من اول ان انا بعمل ابسكتومي بستخدم الديود للديس انفكشن اراوند المكان اللي انا عملت له ابسكتومي، او ان انا بستخدم الاربيام ياك فروم اي تو زي في قصه الابسكتومي زي ما انتم شايفين هو هنا بيفتح الويندو في البون يوزنج الاربيام ليزر، تمام؟ عشان برضه الفيديو يكون ماشي كويس ما فيهوش لاج. انا سايبكم تستمتعوا بالفيديو. تمام، هو كده فتح الاكسس في البون يوزنج الاربيام ليزر وبدا يعمل الروت اند بتاع يوزنج الالتراسون. هنا كيس ثانيه الدكتور اشتغل زي ما انتم شايفين فتح بالاربيام، شايفين فتح في السوفت تيشو بالليزر، موضوع ممتع جدا. ارجو بس ان انا ما اكونش مطول عليكم، بس يعني اتعشى ان الفيديوهات تكون ممتعة. نحاول ان انا ايه، هو بدأ بالاول بحاجة اسمها سوفت تيشو مود ان هو كده شغال جوه السوفت تيشو بس. بدأ هو ينتقل للهارد تيشو مود ان هو كده بيشتغل جوه البون. انا هحاول تسكيب شوية في الفيديو. شايفين بيعمل اليفيشن. ادي البون، شايفين هنا بيبدا يفتح الويندو في البون يوزنج الاربيام. تمام، زي ما انتم شايفين، شايفين الدنيا نظيفه ازاي، مفيش بقى هاند بيس، مفيش الشغلانه دي كلها.
تمام كده خلص الروت كانال، عمل قصدي فتح الاكسس في البون. هنا بقى بيعمل ديس انفكشن جوه يوزنج برضو الاربيوم ليزر وسيلينج للاند بتاعه الروت نفسها، بيعمل سيلينج من فوق بدل ما يعمل بدل ما يحط روت كانال فيلينج ماتيريال، روت اند فيلينج ماتيريال. طيب من استخدامات الليزر برضو في الاندو البليتشنج للحاجات اللي هي النون فايتال، ليه افكت عظيم جدا ان هو بنقدر في سنجل فيزت اقدر استخدم الدايود ليزر في الحاجات النون فايتال بليتشنج. زي ما انتم شايفين التوز دي، ده ولد عنده 12 سنه معمول له روت كانال فيلينج ماتيريال في الابر سنترال وبدات ان هي لونها يغمق خالص زي ما انتم شايفين باستخدام الدايود ليزر وباستخدام اي بليتشنج ماتيريال، مش شرط تكون بتاعه ليزر بس طبعا الماتيريال بتاعه البليتشنج كل ما كانت فيها هيدروكسيد كونسنتريشن اكتر وكل ما كانت لونها اغمق احمر او ازرق غامق او بيربل غامق كل ما اديتك افكت احسن مع الليزر، لان الليزر بيحصل له الدايود ليزر بيحصل له ابزوربشن جوه البيجمنتس او الحاجات الغامقه اكتر. فالكيس دي في سنجل فيزت دبل لايرز فقط مش ثلاثة لايرز، كل لاير قعدت 10 دقايق وعملت لها اكسلريشن او اكتيفيشن يعني يوزنج الدايود ليزر على باور قليله حوالي 3 او 5 واط، ادتني في سيشن واحده الافكت ده. انتوا متخيلين الافكت اوف ليزر ان هو في سيشن واحده من كده لكده يوزنج الايه الدايود ليزر. تمام، يمكن الاستخدام ده انا ما استخدمتوش طبعا ولا عمري شفته في حياتي، بس شفت له بيبرز كتير ان احنا نقدر نعمل بروكن فاير ريتريفل يوزنج الدايود ليزر، واتعشم يعني ان انا ان شاء الله اعمل شغل كده مع يعني كم حد من الفطاحل بتوع الاندو ان هم يعني شغالين على قصه السيبريتد فايل والباي باس والكلام ده، ان احنا نعمل مره شغل نحاول نعمل باي باسنج نعمل ريتريفل لفايل يوزنج الليزر. يعني دعوه مفتوحه لاي حد من المحاضرين الاندو لو حب يتواصل معايا نعمل القصه دي ان شاء الله. ولو ان انا دلوقتي يعني اللي اعرفه عن انا باي ذا واي لما بتجيلي في عيادتي كيس فيها بروكن فايل انا عاده ما بشتغلهاش، بعمل لها ريفير على حد يعني اللي ليهم باع في القصه دي. بس اللي اعرفه دلوقتي ان هم بيحاولوا تو السكول الجديده ان هم تو باي باس احسن من تو ريتريف عشان ما يعملوش ويكننج للوولز بتاعه الكنال من جوه عشان ما يشيلوش منها زياده يعني. وما زالوا بيلاقوا استخدامات. اخر حاجه اقولها لكم في الليزر، الليزر يا جماعه أداة سهلة الاستخدام بس you have to be trained، لازم حتما ولابد السيفتي بدون نقاش بدون هزار، محدش أبدا 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 من هنا بعد بكرة يشتغل ليزر without goggles من غير نظارة. نظارة ايه؟ نظارة الليزر ولا نظارة بليتشنج ولا نظارة شمس غامقة من 10,000 جنيه ولا نظارة الحمراء بتاعت اللايت كيو ولا اي حاجة، هي نظارة بتاعه الدايود بتاعه الليزر فقط، لان نظاره الليزر دي بيبقى عليها اشكالها كتيره زي ما انتم شايفين في الصوره اللي فاتت، بس هي بيبقى عليها ارقام اللي هي الويف لينث اللي بتسبورت دي، وكل جهاز ليزر ليه ويف لينث معينه لازم تكون النظاره بتاعته سبورت، ومش شرط تكون النظاره لو سبورت رقم كبير يبقى بتغطي اللي تحتها، لا اللي تحتها لازم تكون تبان الرينج بتاعها. يعني النظاره مثلا اللي انتم شايفينها دي عليها ارقام من 950 لحد 10,600، لكن لو انا عندي جهاز 940 ما ينفعش اشتغل بيها على النظاره دي. تمام، فبالتالي لازم النظاره تكون بتغطي الويف لينث، لان السيفتي ديستانس اللي انت تقدر تقعد فيها من غير نظاره بتتراوح حسب الجهاز من اول 2 متر لحد 10 متر و13 متر. طب انا لو الليزر جه في عيني هيعمل ايه؟ هيأذيني زي الليد لايت؟ لا حضرتك، هو هيطير العين تماما، ممكن يعمل كومبليت بلايندنس ان فراكشن اوف سكند. فأرجوكوا أرجوكوا محدش يشتغل ليزر من غير نظارة، تمام؟ بأيا كان من الأنواع، حتى دلوقتي بدأوا يعملوا موديفيكيشنز إن هي تتركب على اللوب، المفترض يبقى منظر حضرتك وأنت بتشتغل بالطريقة دي، إن حضرتك والأسيستنت والبيشن طبعًا أولًا وأخيرًا يكون لابسين النظارة. أنا هنا بشتغل إيربيان مثلًا، أنا لابس نظارة واللي بتصورني لابسة نظارة، البيشن بتاعي لابس نظارة، إيفن الدكتور اللطيف ده زي ما أنتم شايفين بيعمل كافيتي لنفسه ومسك الايربيوم بيعمل كافيتي، هو لابس نظاره والاسيستنت لابسه نظاره ومسك له المرايه بيعمل الكافيتي بتاعته وحاطط رابر دام. طبعا دي حاجه يعني جميله جدا، نتعشم ان هي تبقى موجوده في كل حاجه ايفن لو بنشتغل لنفسنا.
اخر حاجه اقولها لكم دايما ثينك اوتسايد اوف ذا بوكس، دايما فكروا، يعني بحب اقول الجمله دي كتير، انك دايما تدور على الجديد في شغلنا. ايفن لو حضرتك مش هتشتغل بيه دلوقتي تبقى عندك اويرنس بيه. ودايما البيشنت اللي بيلاقي الدكتور عنده معلومات، مش سوري يعني انا اسف يا جماعه، مش بيفتي، يعني تبقى عندك معلومات صح، مش بتقول اي حاجه يعني وتقولها للبيشنت وبكل ثقه ان انت انا اقول مش عارف وهو غلط، بس لا، لازم تكون عارف الموضوع اصلا علميا. اقرا كتير، سبل الاديوكيشن زي ما انتم شايفين الموضوع بقى سهل. الشانلز يمكن اي نعم احنا بقى لنا كتير قاعدين في البيت داخلين في شهرين، بس يمكن يعني الحمد لله ربنا ما بيعملناش حاجه وحشه ابدا، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ان فعلا قعده البيت دي يعني في معلومات قيمه جدا احنا يعني بنتعرف عليها عن طريق محاضرات ولايف شوز وسايتس كتيره جدا بره بدات ان هي تعمل تفتح الاديوكيشن بتاعها، يا اما فور فري، يا اما بدات تعمل ديسكاونتس فظيعه في الاديوكيشن وفي الكورسات. حاجات سايتس زي كورسيرا ده كان في حاجات ب $400 و $500 كورس، بقى ب $20 و $30. لايف شوز مجانيه زي في بيجز كتيره من الفيسبوك بتشوفوها. فالموضوع التعلم بقى سهل. قعده البيت متعبه، بس تقدر ان انت تستغلها في الحاجات دي، لان انت دايما لازم تبقى مختلف عن اللي حواليك، تفكر فكر جديد، تعرف ايه الجديد في شغلك عشان تبقى ابديتد على طول، عشان تلاقي البيشنت يدور على الحاجه الجديده اللي عند حضرتك ويخليك مختلف عن اللي حواليك. وعشان ان شاء الله ان انتوا تكونوا اتبسطتوا من اللايف شو بتاعنا النهارده. دي الكونتاكت بتاعتي اللي على الفيسبوك، دي الصفحه الشخصيه بتاعتي ودي صفحه العياده، واللي تحت ده الايميل بتاعي. اشكركم مره ثانيه، واشكر اي دي اس ان هي ادتنا الشانس دي ان انا اتواصل معاكم، واي حد عايز يتواصل مني عن اي حاجه يقدر يتواصل معايا. وبشكركم مره ثانيه واشكر الصفحه، واشوفكم على خير ان شاء الله.